منهم اتنين بس ظهروا في نسخة 90 اللي احنا رحنا فيها كأس العالم، بيتر شيلتون حارس مرمى انجلترا، وروجي ميلا طبعا أسطورة كرة القدم الكاميرونية. أسود الحقيقة اللي ما قدمتش أو ما أبرزتش أنيابها في البطولة دي، كنا مستنيين من الكاميرون أكتر من كده، لكن يبدو أنه تصريحات إيتو كانت هزار في هزار. على كل الأحوال زي ما قلت لكم، من النهاردة تبدأ مرحلة جديدة في كأس العالم. صحيح إحنا لسه في دور المجموعات، لكن تقدر تقول عليها أنه مواجهتها ما تقبلش أنصاف الحلول. من النهاردة ما فيش فرصة للتعويض، يا إما تبقى وتصعد لدور ال 16، يا إما تصيف وتروح تتفرج على كأس العالم معانا كده من خلال الشاشات. نقرا معاكم سريعا جدا وصلنا لفين في كأس العالم. في منتخبات بالفعل حسمت صعودها وحصلت على تذكرة التأهل، في منتخبات ما زالت متمسكة بفرصها، وفي منتخبات رحلت وودعت بالفعل كأس العالم. خلينا نرحب بضيوفنا ياسر حسين ونادر شبانة، محللين الكرة العالمية، وجولة سريعة في كأس العالم قطر 2022. نرحب بيهم بداية. ياسر مساء الخير واهلا وسهلا بيك. مساء الفل استاذ احمد، مبسوط اني اول مره مع حضرتك في بيت النادي الاهلي ومع المتالق نادر. طبعا يا رب تستمتع معانا ونقول حاجه حلوه كده لجمهورنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نادر طبعا متالق كالعاده ومش اول مره معانا في السادسه، نرحب بيه. نادر مساء الخير واهلا وسهلا بيك. حبيبي ابو حميد اهلا وسهلا بيك، ان شاء الله تكون حلقه خفيفه. واسر نور يعني ان شاء الله تكون حلقه خفيفه على الجميع. حلو كده يسخن الدنيا ان شاء الله باذن الله. كاس العالم ابتدى يسخن ولا هو من البدايه سخن؟ لا من البدايه سخن. من البدايه سخن. غريبه السنه دي يعني، او النسخه دي من كاس العالم، لانه دايما يعني في ماتشات المجموعات في البدايات بتبقى كل فين وفين لما تشوف مباراه تقول الله مباراه حلوه، لكن السنه دي يمكن اول ظاهره انه الفوارق دابت لحد كبير، مفيش منتخب كبير ومفيش منتخب صغير، في منتخبات جايه من بعيد قوي زي السعوديه، زي المغرب، زي السنغال، زي الاكوادور، زي سويسرا، زي امريكا، ورغم كده قدرت انها تقف في وجه الكبار يعني زي ما بيقولوا. وكان في مباريات كتير قوي الحقيقه، كتير جدا يعني، قابلت ناس كتير قوي واحنا بنتفرج على المونديال، ناس كتير قوي تقول لي المباراه دي كانت اجمل مباراه في البطوله، المباراه دي اجمل يعني، في ماتشات كتير جدا حازت على الاعجاب. التفسير ده ممكن يبقى مرتبط بالتوقيت، بما انه البطوله لاول مره تتعمل بعد ما السيزون بدا بالفعل في معظم المسابقات، فاللعيبه وصل فورمه معينه، ولا ليه تفسير اخر؟ ابتدي معاك. انا ممكن اخد من اخر يعني سؤال حضرتك، انه فعلا التوقيت على رغم سلبياته في انه عدد الاصابات او الناس اللي غابت عن كاس العالم كان نفسنا نشوفها، او انه داخل في نص السيزون لاول مره بنشوف النسخه المتفرده دي، عشان طبعا التوقيت بتاع استقبال المونديال في الدوحه في قطر. بالتالي كمان فيها بقى ايجابيات ان اللعيبه في الفورمه. أيوه. وصلت شويه للبيك في السيزون، مش لسه هتسخن. مش جايه من فتره راحه. أيوه. دخلت في الموسم بتاعها في الدوريات الخمسه الكبرى، سواء اللعيبه الاوروبيه طبعا المعروفه او الدوريات العربيه، كله دخل في الموسم، فواصلين لدرجه فورمه معينه ان هم جوه الماتشات. عشان كده تلاقي انه الجوله الاولى خدت غزاره هدفيه استاذ احمد اكتر من نسخه 2018، كان في فرق الاهداف حوالي 3 اهداف للجوله الاولى، وفي ماتشات مش متوقعه خالص. الشق الثاني اللي هو بتاع الفرق الكبيره، احنا فعلا حاسين المونديال ده بلغه الكوره او بلغه الدرجه المصريه ملوش كبير. أيوة. الفرق الصغيره بتلعب بجراه، ودي عامله، دي اللي مخليه المشاهده للمونديال المره دي الناس مستمتعه. شفنا مفاجات زي اليابان والمانيا، شفنا كوستاريكا واليابان، شفنا طبعا اكبر مفاجاه في تاريخ كاس العالم. انا عايز اقول لحضرتك مش بس انحياز عربي لانه منتخبنا العربي السعودي، في مؤسسه جريس نوت اللي بتعمل التحليل والداتا اناليسز اللي تابعه لشركه نيلسون يعني العالميه، بتحط دايما عندها صيغه كده نادر انه بيحطوا كمان يقول لك قوه المنتخب وبيعملوا فورمات معين. اكتر نتيجه كانت قبل مباراه السعوديه صادمه في تاريخ كاس العالم كله منذ ساعة ما بدات البطوله كانت فوز امريكا على انجلترا سنه 50. كان ساعتها الاحتمالات المحطوطه 9.7% ان امريكا تكسب انجلترا. منتخب حديث العهد ما يعرفش اصلا كره القدم لسه. تمام. منتخب السعودية المصنف ال 51 غلب منتخب الأرجنتين مصنف الثالث، واللي قعد ويننج ستريك أو عنده سلسلة لا هزيمة، سلسلة انتصارات 36 مباراة. أي. غلبه كان واخد نسبة 8.7% بس، أقل من أمريكا. فبالتالي فوز السعودية غير فرحتنا كعرب وإنه رقم إيجابي جدا يعني أهم نتيجة لينا كمنتخبات عربية، لكن إنه أصبح دلوقتي تصدر أكبر مفاجأة في تاريخ كأس العالم كله. فبالتالي تأكيد على سؤال حضرتك وكلام حضرتك اللي حاولت تقوله، أنه فعلا مفيش حاسين بجرأة، المنتخبات بتلعب بجرأة، السعودية أدت الأمل لكل الفرق أنه ممكن تكسب، ولحقتها طبعا اليابان وكوستاريكا وفرق تانية. حتى سويسرا قدام البرازيل امبارح نادر، لا يعني بعد خصوصا الزور الأول للبرازيل كان
اكتر من رائع. وانا الحقيقه يعني مرشح الاول بالنسبه لي البطوله من قبل ما تبدا هو منتخب البرازيل، واحنا كنا متكلمين في ده، وظهروا بشكل اكتر من رائع، وعندهم سكواد يعني ولا اروع. يعني تبص يعني انا ما ببص على الدكه بقول الناس دي قاعده ازاي بره، يعني الناس دي ازاي تقعد، الناس دي نزلت، بس لما تبص في الملعب برده تتكلم على سكواد اكتر من رائع. لكن حتى امبارح قدام سويسرا، لا سويسرا كان عندها شخصيه وما كانتش خصم سهل يعني بالنسبه للمنتخب بحجم المنتخب البرازيلي. منتخب سويسرا انا شخصيا كنت برشحه مع منتخب البرازيل لتأهله من المجموعه دي، مش صربيا او الكاميرون. الكاميرون كده كده ما حدش بيرشحه في العالم كله غير سامو لقيته تقريبا. يعني هو اللي مش مرشح انه يتأهل، بس ده عايزه يلعب فاينل كمان. يعني والله انا بلوم عليه التصريحات دي، لانه التصريحات دي شكل ضغط على اللعيبه بشكل كبير جدا، وممكن توصل على ان فيها نوع من انواع السخريه، يعني انك بتسخر من منتخبك يعني، او بتقلل من قدرته فعلا على انه يعمل حاجه في كاس العالم. هو في مباراه صربيا، منتخب صربيا اصلا على غير ما احنا كنا متوقعين ليه، منتخب صربيا بيمتلك عدد من العناصر المميزه جدا في كل المراكز، وبيلعبوا في انديه كبيره في اوروبا، ما ظهرش الكلام ده قدام البرازيل، بعد كده قدام الكاميرون كمان ما ظهرش ده. منتخب الكاميرون عنده مشكله، انا مقتنع تماما تمام اليقين بالنسبه لي انا يعني على المستوى الشخصي، مقتنع ان الكوتش هو صامويل ايتو مش ريجوبير سونج. اوكي، ريجوبير سونج مجرد ان هو واجهه قاعده على دكه البدلاء بيحرك، لكن الكوتش هو صامويل ايتو، لان هو اللي كان ممشي من قبلها المدير الفني البرتغالي انطونيو كونسيساو اللي هو كان معاهم في بطوله افريقيا. عشان يعني نرجع للكلام على منتخب سويسرا، منتخب سويسرا منتخب مميز، اتوقع ليه التاهل مع منتخب البرازيل من المجموعه دي. طب ما دام دخلنا في التوقعات، تعالى ناخدهم مجموعه مجموعه، بما انه النهارده الستارت بتاعت الجوله الاخيره من دور المجموعات. طبعا في اللحظه اللي احنا بنلعب فيها، اعتقد انه لغايه دلوقتي المجموعه الاولى هولندا والسنغال، بما انه الاثنين متقدمين في نتيجه المباراه. تعال نشوف ترتيب للاسف استاذ احمد، الاكوادور اتعدلت فعلا للاسف. يعني نطلع على الهواء السنغال كسبان، بس السنغال كانت مقدمه شوط اول رائع ان شاء الله نجيب الثاني واهدروا. طيب الاكوادور اتعدت للاسف يعني، وكده طبعا تبقى الاكوادور هي اللي في المركز الثاني في المجموعه برصيد 5 نقاط، والسنغال في المركز الثالث برصيد 4 نقاط. هولندا مركز اول 4 نقاط، واعتقد ضافت 3 نقاط بما انها متقدمه، اعتقد 2-0 ولا قطر اتعدلت؟ لا صعبه دي، قطر مش هتعادل لو الماتش عدل 190 جنيه مش هتعادل. اسبوع مشكله قطر، مشكله كبيره، صادم منتخب صادم. انا اتصدمت بيهم صراحه، على قد التوقعات اللي كانت عليهم من قبل البطوله ما كانت تبدا، وعلى قد التجارب. وكلمنا في الكلام ده المره اللي فاتت لما كنت معاك يا احمد عن منتخب قطر وقعد نفسه ازاي، جابوا اتلغى، اتحسب هاندبول. طب الحمد لله. طيب يعني اهم حاجه يطلعوا باقل اضرار. انا لما اتفرجت على جزء من الشوط الاول منتخب قطر، انت ايه يعني المباراه دي هي المباراه الوحيده على الاقل تلعب من غير ضغوطات، ما عندكش اي امال في التاهل، فيعني حاول تستمتع، انزل العب لعبك استمتع. ما بيحصلش برضه على حظه يا نادر، يعني هيستمتع قدام هولندا، يعني كان يستمتع قدام فكر يستمتع قدام السنغال، يستمتع قدام والله يا احمد انا كنت شايف انه كان يستمتع قدام هولندا بس من غير ضغوطات، فانا هلعب اللي على يعني هعمل اللي عليا بس في الملعب مش اكتر. على فكره رغم ان هولندا علامه كامله، بس انا هولندا اداؤه غير مقنع حتى اللحظه. لا 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 بالنسبه لي مش يعني مقنع، يعني القرعه خدمته بشكل كبير جدا. ترتيب الماتشات كمان فرق معاه جدا، ان انت تلعب قطر الاول تبدا بالسنغال، بتخطف السنغال في مباراه كانت اخطاء ادوارد مندي هي اللي اديت لهم الثلاث نقط، بعد كده منتخب الاكوادور بيقدم مباراه كبيره. طيب والسنغال جابت جول، يلا الحمد لله. هو بقى كده هنتكلم واحنا مرتاحين، بوظتوها ظبطتها لكم الحمد لله. يبقى ان شاء الله السنغال تتاهل مع هولندا. مش عارف اسر اتفق معايا ولا؟ اتفق جدا، بتمنى ان شاء الله السنغال تتاهل مع هولندا. السنغال تتاهل على حساب الاكوادور وعلى حساب المنظر يا استاذ احمد اللي شفناه في اول الماتش. يمكن انا ونادر الحين ناس كتير كمان رهنت على انه غياب ماني هياثر قوي على قوه المنتخب السنغالي، والحقيقه انا في الثلاث ماتشات اللي شفتهم، حتى ماتش هولندا اللي خسروه، مباراه قطر والشخصيه والعوده، والنهارده قدام الاكوادور، الحقيقه هم اصحاب الكلمه العليا. حتى قدام هولندا الحقيقه يمكن الحظ او سوء التوفيق خطفوا. يمكن خطفوا ما ما يعني كان ممكن جدا سيناريو المباراه ده ينتهي لصالح السنغال. ده حقيقي، ده حقيقي جدا. يعني ما كانش الغياب اللي تقدر تقول عليه مؤثر قوي او 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 هو مؤثر، لكن يحسب لأليو سوسي استاذ احمد ان هو قدر يشتغل على الموضوع فنيا ونفسيا، انه في النهايه هو بطل اللقطه الاخيره. ساديو ماني هو اللي جايب اخر ضربه جزاء للاسف مع مصر في كاس الامم، وهو اللي جاب لامته اول كاس امم، بعد كده جاب اللقطه الاخيره في البنالتي بتاع التاهل لكاس العالم.
مهم جدا كعنصر فني وكعنصر نفسي، انه قائد الفرقه وبطل الشعب بالنسبه لهم، فغيابه عمل شويه في في المورال او الحاله النفسيه للعيبه، لكن فنيا طبعا اليو سيسي قدر يتغلب على ده. زي ما نادر كان بيقول انه مندي كان سبب كتير جدا في انه طبعا هولندا كانت تكسب، كانت اقرب يعني، لكن مش 2-0، نتيجه مش معبره قوي لولا غلطات مندي. النهارده عجبني قوي اللي عامله اليو سيسي، يمكن لمالين دايا اللي بيلعب ناحيه اليمين واسماعيل صار وضغطين طبعا ببولايا دياط، الثلاثه اللي قدام فعلا فعلا مضايقين جدا دفاع الاكوادور، هم اقوى اشرس بكتير. حتى الكوره اللي بعد ضربه الجزاء راح لمالين دايا في واحده، وعنده المهاره على منطقه الجزاء بيرقص براحته، وعنده برود اعصاب كان هيجيبها لولا المدافع شالها. فبعتقد السنغال في طريقها ان شاء الله المكسب هي احسن بكتير. غدوه تروح لبعيد السنغال نادر، ممكن يعني لو تاهلت النهارده شايف انها تقدر تكمل، ولا الوصول للدور 16 وكفى زي ما بيقولوا منتخب السنغال؟ ابدا اساله لكم على ثلاث منتخبات انا متحمس ليهم من قبل ما البطوله تبدا. السنغال، السعوديه، المغرب، في الدايره بتاعتنا يعني، والمرشحين بشكل كبير بصراحه ان هم يتاهلوا، ومفاجات بشكل عام يعني. لو استثنينا المغرب والسعوديه فمنتخب السنغال هيبقى مفاجاه في ظل غياب ساديو ماني زي ما انت تفضلت وقلت. يروح لبعيد منتخب السنغال، هو هيلاعب منتخب انجلترا لان انجلترا تطلع اول مجموعتها، فهيكون هتكون المواجهه مع منتخب انجلترا واحد من المرشحين للبطوله. بس انا على المستوى الشخصي ما اتمناش ان منتخب انجلترا يكسب، مش عشان بقى افريقي بس ولا عشان بحب منتخب السنغال او عشان بنتمنى التوفيق لمنتخب السنغال، انا مش عايز منتخب انجلترا بعد برضه من ضمن الحاجات اللي خرج بره الكوره واتكلم في حاجات تانية بره الكوره. لا يعني استعجبه يعني، انا عايز ان اللي يتاهل يعني اللي يلعب يلعب للكوره بس يعني انا عايز اللي يتاهل ويذهب بعيد هو اللي بيلعب كره قدم فقط. قبل ما نروح للثانيه ونشوف النهارده ويلز في مواجهه انجلترا وايران في مواجهه امريكا، ما هم مباراتين ليهم يعني يعني طبعا في الدوافع موجوده للتاهل، لكن في دوافع ثانيه كتير جدا اعتقد هتاثر على سلاحنا الاجهزه بس خلينا نروح لفاصل ونرجع نشوف ماتشات النهارده بالليل اخبارها ايه، والمجموعه الثانيه ظروفها ايه، ومين الاقرب للتاهل عن المجموعه دي. الفوارق كبيرة قوي يعني فوارق في الأرقام كبيرة جدا ما بين الدوري الإنجليزي والدوريات التي تليه، سواء كان أسباني بقى كان ألماني. 122 لاعب من اللعيبة اللي بتشارك في المونديال بيلعبوا في الدوري الإنجليزي، بعدهم حاجة و70 بتيجي في الدوري الأسباني، وتتراجع بقى الأرقام بعد كده. وطبيعي جدا حتى المنتخب الإنجليزي نفسه كله بيلعب في الدوري الإنجليزي باستثناء لاعب واحد بس هو بيلينغهام، فبالتالي يعني دوري محترم جدا الحقيقة. الدوري هو لما بنقول الأقوى بنقول ده مش من فراغ، ده مرتبط بأرقام وبإحصائيات وبمستوى وقوة منافسة جوه البطولة نفسها، مش بس فكرة اللعيبة الدولية اللي موجودة فيه، لكن كمان قوة المنافسة بين كل الفرق، عدم قدرتك على توقع نتيجة أي مباراة، اللقب ممكن يكون رايح لمين في النهاية محدش يقدر يعرف، على عكس مثلا بالدوري الالماني او الدوري الاسباني او الدوري الفرنساوي، وانت قاعد حاطط رجل على رجل في اول الموسم تقدر تحدد بنسبه كبيره قوي بطل النسخه دي هيكون مين. نرجع تاني نتكلم في كاس العالم وماتشين النهارده عندنا بالليل في نفس التوقيت. من النهارده كل الماتشات بتاعه المجموعات هتتلعب في نفس التوقيت، يعني الجوله الثالثه في كل مجموعه هتلاقي الساعه 5 بيتلعب ماتشين، والمجموعه اللي بعدها الساعه 9 بيتلعب ماتشين تانيين. وبالتالي النهارده عندنا في نفس التوقيت يا ياسر انجلترا ويلز، امريكا وايران. هتتفرج على ايه فيهم؟ هحاول اوفق بين الاثنين لان الماتشين الحقيقه اقوياء جدا. كل المنتخبات دي عملت مباريات كبيره، يمكن باستثناء ويلز لسه يعني روب بيج لسه ما وصلش للحلم بتاع الفرقه، اول هدف بقى من بتاع جارث بيل من سنه 58، فمش على قد احلام الجماهير الولزيه. هنشوف النهارده عنده فرصه لسه بعيده شويه او اضعف. او جارث بيل يعيش اعلانات بقى على الجول ده خلاص 30 سنه جايه راجل هيلعب جولف بس في بدايه طريقه يعني للاعتزال المبكر. ماتش امريكا وايران ماتش اعتقد هيكون اكثر يعني نديه. امريكا فرقه كويسه جدا جدا، يمكن كنا بنتكلم لسه قبل الهوا انا ونادر، يعني يمكن برهالتر عامل فرقه هتبقى النواه بتاعه الكاس العالم اللي جاي لاستضيف امريكا وكندا والمكسيك. معدل اعمار صغير جدا، اعتقد الفرقه كمان شرسه جدا بدنيه استاذ احمد. يعني تايلر ادمز مع ماكيني في وسط الملعب مع يونس موسى، الثلاثه اقوياء جدا قدام انجلترا الحقيقه، فرقه محترمه جدا بتلعب بجرأة كبيره جدا، واخرجت انجلترا ما كانتش هي افضل من انجلترا في المباراه اللي انتهت بجرأة كبيره جدا. وفي الناحيه الثانيه ايران عملت رد فعل كويس جدا فنيا من على الخط من كارلوس كيروش،
اتقال انه بيدافع بشكل مبالغ فيه قدام انجلترا وكان مستعد، او زي ما الانجليز بيقول لك يور انفايتنج بريشر، يعني انت اللي مستني الضغط يجي لك قدام انجلترا، عشان كده خسرت بنتيجه ثقيله بسداسيه. انما في الماتش اللي بعده الحقيقه جراه هجوميه، هاجم باثنين بتريمي اوزمون وقدر انه يخطف في اخر الماتش، وكان بيهاجم وغير فكره الدفاعي تماما. فبالتالي مباراه اعتقد انها صعبه جدا على الفريقين. بتمنى يعني لكروش ان هو يكسب، عشان كروش مش عشان حاجه تانية. وفي النهايه مباراه هتبقى ماتش ملعب، يعني الاثنين عايزين يصعدوا، فالماتش هيبقى شرس جدا. هو الحقيقه خد من خفه دم المصريين، شغال قلش على المنتخب الامريكاني، قال لك ده تقدموا في كره القدم، تحول الامر عندهم من سوكر الى فوتبول. دي النقله بالنسبه له، التعريف بقى هو. تعالى يا نادر نبص على المجموعه كده ونشوف ظروفها وترتيبها، وتقول لنا مين افضل الفرق اللي عندها فرص في التاهل لغايه اللحظه. طبعا قبل المواجهه الاخيره النهارده عندنا انجلترا في الصداره 4 نقاط، ايران في المركز الثاني 3 نقاط، الولايات المتحده الامريكيه بنقطتين، ثم ويلز بنقطه واحده. وحسابيا كل المنتخبات تملك الفرصه. مين من وجهه نظرك اقرب للتاهل عن المجموعه بي؟ اعتقد ان المنتخب الانجليزي يعني مش هيسيب الصداره. مباراه ويلز زي ما انت تفضلت وقلت، زي ما اسر تفضل وقال، ان المباراه مش هتكون بالصعوبه على المنتخب الانجليزي. اعتقد المواجهه هتكون محسومه بشكل كبير لمنتخب انجلترا، لانه اصلا هيحاول يخلص المباراه في بدايتها علشان على الاقل يريح لعيبته لمباراه دور 16، علشان عدد من اللعيبه اصلا كانوا مصابين، وابرزهم هاري كين نجم الفريق الاول وبيلعب اخر مباراتين وهو كان مصاب، وفي تخوف ان هو ما يلعبش المباراه دي بسبب الاصابه. المنتخب الثاني اعتقد واتمنى الحقيقه كمان هو خط هجوم انجلترا ناري، يعني ايا كان يعني بالظبط مين اللي موجود، انت ما عندكش اي حيره في انك انت تختار مين يلعب. ده يعني شفته معاد في الفودن على يعني بالظبط. انا طبعا مش مقتنع بساوث جيت قوي، بس يعني والله في ولا حد فيه نفسه. هم نفسهم اللي مش مقتنع، هم نفسهم مش مقتنع، بس الصحافه الانجليزيه بس المقتنع بيه. اه بالظبط. فما اعتقدش انه اي حد او اي غياب في الهجوم عند انجلترا ممكن يبقى مصدر مشكله، يعني خصوصا انك المواجهه المنافس بتاعك هيكون ان ويلز، فمش منتخب قوي انك انت تخاف انك تريح على كده. اعتقد المنتخب الثاني ان شاء الله يكون منتخب ايران، اتوقع واتمنى. منتخب ايران ده الماتش الاصعب النهارده نادر جدا. الماتش هيكون صعب طبعا، زي ما قلت اصلا اللي ما بين الفرقتين او اللي ما بين المنتخبين او الدولتين بشكل عام بشكل اكبر خارج اطار كره القدم طبعا. ولكن عجبني تصريحات برهالتر في المؤتمر الصحفي امبارح، قال احنا في الاول وفي الاخر هنلعب كوره، احنا هنلعب كرة قدم. كل اللي حصل قبل كده انا بقدر كيروش جدا، وبقدر التحول اللي عمله مع منتخب ايران، وعكس كلام يورجن كلينسمان الالماني اللي هو اصلا كان مدرب امريكا قبل كده، قال كلام محترم يعني تراشق هجمه وزلوا بينا. كلينسمان قال له انت ما صعدتش مصر كاس العالم، فانت مالك بينا يا عم، مالكش دعوه بينا. هو الراجل ليه ظروف معينه ما صعدش بيها، بس مع منتخب ايران في كاس العالم 2018 قدم مستوى عظيم، مع في كاس العالم 2014 قدم مستوى عظيم، مع منتخب كولومبيا يمكن تكون دي كانت السقطه لكارلوس كيروش عشان مشاكل كمان حصلت هناك في كولومبيا وقتها. بس في الاول وفي الاخر انا واثق في كارلوس كيروش. بعد المدرب اللي يخسر في اول ماتش يا احمد 6 من انجلترا، والماتش اللي بعديه يكسب ويلز 2-0 ويكون هو اللي متسيد على مدار ال 90 دقيقه، يكون هو بس الافضل. مش منتخب تقيس عليه برضه نادر، ما هو ايران برضه في نفس الوقت هو مش المنتخب يعني على لما تيجي تقارن ويلز بامريكا فشتان يعني اكيد يعني في فرق كبيره جدا بين بس شوف اللعيبه اللي بتلعب في ويلز. انا دايما عشان اقيس قوه فريق لازم اشوفه قدام خصم قوي، يعني او خصم على الاقل في نفس المستوى تمام. وبالتالي هنا تظهر امكانياته، تظهر قوته دفاعيا وهجوميا، يظهر تنظيمه في الملعب، يظهر بالنسبه لي هو اداؤه في ال 90 دقيقه فعل ولا رد فعل للمنتخب اللي قدامه، وبالتالي تقدر تقيم. لكن ويلز مع كامل الاحترام بس مثل اسيا بشكل ان انا يعني نادر خسرنا استاذ احمد من خسرت من انجلترا الاي 1 او واحد من المرشحين بالظبط، بلعب منتخب ثاني من بريطانيا اللي هو شويه الاي 2 اوكي ولعبته كمان يا اسر لعبته بتلعب في انديه كبيره على عكس لعيبه ايران بالظبط. ابرز حد فيهم انا اسف اني بقاطعك بس مهدي تريمي، مهدي تريمي بس اتفضل. فهي دي النقطه بس بالعكس انا يعني متفق معاك جدا. فبالتالي لا كان فوز مهم يا استاذ احمد، لانه انا خدت او يعني التصنيف الثاني كده من بريطانيا او من الدول دي وغلبته 2-0 وحسنت وضعي في المجموعه، وكام باك زي ما كان نادر بيقول بعد هزيمه بستة تحبط او تقتل اي فريق نفسيا. فرد الفعل الحقيقي النهارده بقى التكمله او البيلد اب على نتيجه فوز على ماتش ويل زي ما كان نادر بيقول هو التاهل. يعني احنا نرشح لك لو انت عايز تتفرج على كوره وعلى نديه وعلى
قتال في الملعب. اعتقد ان مباراه ايران وامريكا هي الاولى بالمتابعه والمشاهده اكتر بشويه من، على الرغم طبعا ماتش انجلترا فيه نجوم اكتر، لو انت من عشاق الدوري الانجليزي اهم نجوم الدوري الانجليزي هيكونوا موجودين في المباراه دي، لكن في النهايه كوره وصراع ومنافسه وجري ويعني كل حاجه هتلاقيها في ماتش امريكا وايران. نروح اكتر حد مشفق عليه الحقيقه ماتيو لاهوز حكم المباراه الاسباني اللي هو يحكم المباراه دي، ده ربنا يكون في عونه الحقيقه. مباراه يعني صعبه تحكيميا جدا جدا، يعني ربنا يكون في عونه بقى هو اللي عمله في الليجا بقى يطلع عليه في المباراه دي. طيب نروح للمجموعه سي، نروح للمجموعه الثالثه ونشوف ظروفها ايه. سي بولندا المفاجأة المجموع، يعني طبيعي لما قبل المجموعه دي ما تبدا، لما تقول لي لما تسال 10 يعني بولندا هيكون ترتيبها ايه في نهايه دور المجموعات، 9 منهم هيقول لك الرابع، يعني 9 هيختاروا بولندا في الرابع ويختاروا بقى باي ترتيب مختلف الارجنتين والمكسيك والسعوديه، ده جوه مصر يعني جوه مصر هيختاروا الثلاثه دول في المراكز الثلاثه الاولى، لكن بولندا في الصداره حتى اللحظه في البطوله في المجموعه الثالثه برصيد 4 نقاط، 3 نقاط لكل من السعوديه والارجنتين في المركز الثاني والثالث، ثم المكسيك بنقطه واحده في المركز الاخير، وحسابيا برضو المجموعه دي ينطبق عليها فكره ان كل الفرق عندها فرص في التاهل. رايتك ياسر المجموعه سي الماتشات اللي جايه اعتقد الاثنين ضرب نار برضو. دي حقيقة. كراسي موسيقيه جدا في المجموعه دي. بدات طبعا زي ما كنا بنتناول انا حضرتك الفوز التاريخي والاكثر مفاجاه في تاريخ كاس العالم السعوديه والارجنتين. بولندا الحقيقه استفادت في ماتش السعوديه من خبرات اللعيبه، عشان كده دايما بنقول دي ماتشات كاس العالم لازم تلعب بطريقه معينه. السعوديه عملت كل حاجه في الكوره من اداء رجولي ومن نديه ومن كل حاجه، لكن في النهايه ما بتخلصش. طبعا اثر عليهم اصابه سلمان الفرج، اضطريت تلعب بصالح الشيري كمهاجم صريح. في النهايه سلم دوسري ما هوش بس لو ركله الجزاء بالظبط انا هنا لازم خلاص التحول. حضرتك جبت مربط الفرس، لازم لما كنت في كاس العالم لازم ارجع بالزبط. وعلى مرتين طبعا تشيزني جون عظيم، لكن المرتين شال كتير كمان جدا وحتى ضربه جزاء على مرتين يعني سلم دوسري الله يكرم، هو مش عظيم قوي يا ياسر بس احنا هنمشيه عشان انت راجل انتريستا محترم. انا هو اديك تحيه لليوفي اهو انتريستا محترم ربنا يخليك. فهو بقى شال كورتين كمان الريباوند بتاع البريك، حاول يعمل الفولو اب ما فيش. لا اعمل لك التست بقى عشان اقرا ايه، اقرا الدماغ رايحه فين. قولي مين احرف، رونالدينيو ولا ميسي؟ احرف ما فيش حد احرف منه، بس هي التكامل بقى. يعني بس مين احرف برضو، مين كورتو احلى، مين كورتو، ما هو انت في سيبك من الفعاليه تصنيف بقى. يعني دريبلينج ولا لا دريبلينج، ميسي اعظم دريبلر في التاريخ بس هي كده. فري ستايل يعني مفيش دريبلر جه زي فري ستايل رونالدينيو عمل حاجات طور بيها الكوره ما كانتش موجوده قبل ما يظهر، لكن دريبلر في العالم طبعا ميسي. والجاد جيفن تالنت اللي هي الموهبه اللي ربنا عدت عدت من الاختبار ولا ايه؟ طب الحظ مكملين. فهي كمان يا استاذ احمد انه الفكره انه هي دي انك تخلص، يعني يمكن لو انت تقول لي تخايف على السعوديه، تخشى ما تخشى ايه في ماتش المكسيك؟ ان انت تخلص لما تجي لك الفرصه انك تحسم. السعوديه راحت على الجون كتير جدا بس ولا هجمه تقدر تزلزل او تخترق مرمى تشيزني. بالتالي في ماتش المكسيك إريك راكي عمل حاجه حلوه جدا، هي اقصر الطرق للمرمى. رينار ماتش المكسيك إريك راكي في المغرب انه عمل كورتين، هنعمل اي اسهل حاجه نجيب بيها الاجوان سيت بيس، نعمل فاول، نعمل كورنر، لعب فاولين، ان يقطع حد يعمل يحجب الرؤيه عن كورتوا لما تتلعب سنتر باك او حاجه. مره اتلغت الجون الاولاني، شفنا رده فعل قويه ما احبطوش اللعيبه، رجعوا من غرفه خلع الملابس بدل ما هي 0-0 1-0، رجعوا تاني سجلوا الجون بالصبيري وقدر يخطف فيها بلجيكا. ده اللي مطلوب من هيرفي نار، انا اثق في قدراته الفنيه كتير جدا لكن لازم يخطف. فبالتالي السعوديه ماتش المكسيك الميزه ان المكسيك مش هتعرف تقفل زي ما عملت ماتش الارجنتين، لعبت بخمسه ورا، المكسيك ما عندهاش فرصه غير انها تفوز بالظبط، فهتضطر تغامر. دي نقطه مهمه جدا للسعوديه، بس يتدربوا على لعبه يقدروا يجيبوا بيها جون باسهل الطرق. المغرب نموذجا طبعا قدرت تخطف، غانا نموذجا طبعا كره عمل كروس. هنيجي ليهم الناحيه الثانيه، عندي بولندا ارجنتين. بولندا في الصداره، تعادل يكفيها، تعادل يكفي بولندا، ارجنتين محتاجه مكسب أكيد. عشان تطمن، وخصوصا انك بتتكلم على فرقه مش جايه تتاهل، دي جايه تلعب على البطوله. جايه تلعب على البطوله بالظبط. وهو ميسي بعد ماتش اللي فات قال لك احنا المونديال بدا بالنسبه لي، يعني بعد ما كسبوا طبعا جاب هدفين وابتدى معنويات تبقى في التوب فورم بالظبط كده، فقال لك احنا دلوقتي بدا المونديال بالنسبه لنا، بالتالي مواجهه اصعب شويه من مواجهه السعوديه والمكسيك. الى حد ما السعوديه السيناريو خدمها بالزبط. السيناريو خدمها وعندها فرصه كبيره مش قليله بالزبط. انها تتفوق على المكسيك وبالتالي تتاهل. فازاي شايف بولندا والارجنتين؟
هي زي ما انت قلت من البدايه اصلا ما حدش كان يتوقع ان بولندا تكون اول المجموعه الصدار. بولندا اول المجموعه دي، وبعد المباراه الاولى كمان امام المكسيك والتعادل 1-1، واحنا معلش تعادل بولندا ومكسب السعوديه، الارجنتين باي باي، الارجنتين بره تطلع. بالظبط. تعادل كمان بولندا هتبقى أو اكبر مفاجات البطوله، وتعادل السعوديه يبقى 4 نقط. بولندا تتاهل 5، السعوديه تتاهل 4، يعني تعادل السعوديه كمان مش لازم فوز. بولندا تصدر كده كده اصلا السعوديه متفوق على الارجنتين في المباراه الاولى. فمباراه الارجنتين هي الدفعه المعنويه اللي خدوها مباراه المكسيك طبعا، رغم ان الاداء والمستوى الفني مش افضل حاجه. مش ده الفريق اللي داخل ينافس على اللقب، ليونيل سكالوني بشكل عام لحد دلوقتي انت مش عارف تحدد مين هم ال 11 لعيب الاساسيين اللي موجودين في الفرقه، ما تعرفش مين هم اللعيبه اللي هيكون موجودين ليساندرو مارتينيز فرق كتير الماتش اللي فات لما لعب اساسي. انزو فرنانديز واحد من افضل المواهب اللي طالعه في اوروبا الفتره اللي جايه، انا شفته في ماتشين يوفنتوس وبنفيكا في تشامبيونز ليج، جون حلو قوي، لاعب من افضل اللعيبه ياسر اللي موجوده في اوروبا. انا نفسي يجي يوفنتوس انزو فرنانديز. ده في 2015 يعني كان في ريتشارلسون هو احلى جون بالنسبه لي لحد دلوقتي. ريتشارلسون ابو بكر ما يخشش معاك في لا برضه ريتشارلسون فعلا جون حواري اللي احنا بنحبه، جون راس حربه، جون انت هتبقى عايز تشوفه، ده جون بلاي ستيشن، التوقيفه واللفه والفينش بصراحه ممتع. فبس فهي القصه كلها في منتخب الارجنتين. في حاجه بس عايز اتكلم فيها، هي فكره ان النسق بتاع الفريق البطل دايما في البطولات المجمعه بيكون تصاعدي. يعني لو جينا بصينا على منتخب اسبانيا في 2010 خسر اول مباراه قدام سويسرا 1-0، خد اللقب في النهايه. منتخب فرنسا في 2006 لما وصل فاينل بعد المشوار العظيم لمنتخب اسبانيا، وبعد ما خرج ايطاليا، وبعد ما خرج البرازيل والبرتغال، لحد ما وصل لأولى قدام ايطاليا، متعادل في اول ماتشين مع كوريا وتوجو لحد ما كسب الماتش الاخير قدام سويسرا. فعلى مدار البطوله حتى منتخب المانيا في بطوله 2014 نفس الكلام. فهي الحكايه كلها ان لو عدوا من دور المجموعات الفريق هيبدا يكتسب الثقه بشكل اكبر. مباراه خروج المغلوب بيكون ليها حسابات خاصه. تجميع النقاط في المباريات بتاعه المجموعات هو الوضع الاسهل بالنسبه للارجنتين. ولكن رشحوا لي منتخبين. انا اتوقع الارجنتين تكسب بولندا ويتاهل للسعوديه. ارجنتين والسعوديه بس كده هيبقى سعوديه ارجنتين. كده يبقى سعوديه ارجنتين. في الحاله دي سعوديه ارجنتين والسعوديه تلعب تاني المجموعه الرابعه بقى في الحاله دي. تلعب تاني الرابعه فبالتالي برضو بتبقى فرص افضل. ده فرص اكبر. طيب هنشوف الرابعه فيها مين ومين اقرب انه يكون في المركز التاني، لانه ده يفرق معانا ان شاء الله لو السعوديه تاهلت اول. بس نروح لفاصل وبعد كده نرجع. تمام. غريبه هولندا على فكره، أجيال وراء أجيال وأسماء وراء أسماء، أساطير وأيقونات، وانتخب عنده عناصر دفاعا وهجوما كواليتي، يابستام وفانيسروي وكلايفرت وروبن، ويعني بص حد النجوم زي ما انت نص الملعب إدجار ديفيز وسيدورف، وما فيش يعني لا أندية قادرة تحقق ولا منتخبات قادرة تحقق. ما تفهم لهمش بصراحة، على الرغم أنا بحترم كرتهم جدا، دايما المنتخب الهولندي بيقدم دايما كرة ممتعة، لكن على مستوى الألقاب ما فيش. لغز كبير جدا يا أحمد. يمكن في 2010 كنت متضايق جدا إنها خسرت النهائي. والدي قال لي ما تضايقش لسبب، لأنه أنا عصرت يعني جيله هو 78 أجيال كانت بالزبط. أقوى بكتير وما خدتش البطولة. سنتين ورا بعض. ما تلاقي نسخة من دي قريبة قوي، لكن دي سنة أسبانيا كانت بقى كورة أسبانيا والتيكي تاكا. قال لي فدي سنة أسبانيا، ففعلا خدت ده قاعدة. فبالتالي ممكن زي ما هو الراجل كان بيقول عكس سير اللي بيحصل، إن إحنا شايفين المنتخب ده عادي جدا. إنه ما فيش الأسماء الكبيرة، يمكن هجوم يعني باستثناء جاكبو طبعا، في ممفيس ديباي خلاص اللعيبه بتسلم، مفيش الجيل بتاع فان بيرسي وروبن سلم الرايه، مش الجيل بنفس القوه بتاعته باستثناء يمكن نجم واحد في الدفاع زي فيرجيل فان دايك والناس دي على استحياء دومفريس لاعب انتر وحاجات من دي، وبليند برضو متمرس شويه بس كبير في السن، مفيش الاجيال دي. بليند ده كبير قوي، ده كبير جدا، بيلعب من زمان جدا، ابوه قاعد على الدكه. عكس ممكن تبقى عكس السير زي ما كان بيقول الراجل، تبقى عكس السير انه المره اللي احنا مش متوقعين فيها يمشي واحده، وزي ما كان نادر بيقول ان المنتخبات بتمشي تصاعدي، ممكن نلاقيه وصل بعيد. طب بره السياق يعني، بره الحسابات يعني، ما تيجي تحسبها هتقول لحد مثلا مين ياخد كاس العالم، يقول لك مش هتطلع من المانيا، فرنسا، اسبانيا، ارجنتين، برازيل. لو حاجة مفاجأة بره الصندوق خالص يا نادر، مين ممكن ياخد كأس العالم؟ هي البطولة دي بشكل عام غريبة من بدايتها، انت المستويات متقاربة جدا يا احمد، رغم ان المستوى الفني في المباريات ما بيبقاش افضل حاجة، بس مستويات متقاربة جدا، فده يخليك انك انت والمفاجآت واردة جدا، والمفاجآت واردة، مش منتخب واحد، بس في منتخب حسيت انه جاي من بعيد، يعني المنتخب ده يا جماعة
جامد جدا ومحدش واخد باله منه، يقدر يعمل مفاجأة. أنا حسيت ده شوية مع منتخب هولندا. مش مسألة إقناع، بس هي فكرة إن بيعرف يكسب. أوكي. منتخب هولندا بيعرف يكسب، مش أكتر من كده. مش عشان احنا بنجامل الراجل الكلام اللي قاله، بس هو فعلا دي حقيقه. بالاضافه لكده، ومش تحيزا والله خالص، المنتخب السعودي بالنسبه لي على مدار دور المجموعات بشكل عام، لا يكسب كاس العالم، لا مش هيكسب كاس العالم طبعا. ده يعني انت عارف هيحصل ايه لو السعوديه جت. نتمنى طبعا، نتمنى السعوديه. بس انا اصلا المنتخبات اللي في الدور الاول بشكل عام عجبتني جدا على مستوى اللعب، بالنسبه لي هو افضل اداء بشكل عام على انا شايفها والله من اول، يعني على مدار دور المجموعات جدا صراحة. وشايف كرواتيا عندها فرصه، كرواتيا عندها فرصه. كرواتيا رغم البدايه فعلا سيئه، لما توصل مع دالتش تعمل اكبر استحقاق في 2018 بالزبط. وتوصل لتبقى الوصيف وتستقبل هذا استقبال الابطال في البلد. الجيل كبر برضو يا اسطى، الجيل كبر جدا، بس عشان بس برضو في تجديد دماغ، في تجديد دماغ وفي دمج بالظبط زي ما نادر بيقول. يعني في الخبرات، مودريتش كان بيعزف لوحده قصاد قلبوا النتيجه على كندا، لكن في نفس الوقت في عناصر، يعني في يعني كريماريتش مثلا ظهر بصوره قويه بالزبط. جدا، فبالتالي الدمج ده مهم. عندهم مدرب وصل ابعد مكان قبل كده في حته التمرس موجوده، فاعتقد كرواتيا ممكن تبقى مفاجاه وتروح بعيد. منتخب الاتش منتخب الاتش كلهم زي ما منتخب كوريا اسمه منتخب كيم. كميه خمسه كيم. انا كنت بتكلم على كيم. والله كنت بتكلم على لما المدرب بينده على واحد فيهم. كان في ترول نازل، كان في ترول بيتكلم على موضوع كيم ده. كان بيقول لك المدرب نده على كيم، فالاربعه المدافعين جول، طلع في الاخر كان يقصد حارس المرمى. انا بقول لك المدرب منتخب الاتش فعلا. انا امبارح من غير قصدي والله عايز اقول ان فرق الكواليتي في وسط الملعب اعلى بكتير قوي، ان في كوفاسيتش ومودريتش وبروزوفيتش. المحاور فضل باصص لي، كنت عايز اقول له مش قصدي والله، هم دي اساميهم. طيب نروح نكمل المجموعات ونشوف المجموعه الرابعه. مش احنا خلصنا الثالثه صح؟ مظبوط. المجموعه الرابعه هيكون معانا فيها، نفتح ورقنا ونشوف الرابعه معانا فيها. فرنسا حامل اللقب مع استراليا، مع الدنمارك، مع تونس. للاسف الشديد يعني طبعا انا عارف انه مش منتظر من الاشقاء في تونس، يعني في مجموعه زي دي ان هم يعني كانت هتبقى مفاجاه كبيره لو تاهلوا، لكن الحقيقه ما قدموش برضو الكره التونسيه بالشكل المنتظر. مش عارف تتفقوا معايا ولا تختلفوا. انا كنت بشوف يا احمد انه جلال القدري مدرب الصدفه الحلوه. انا اسف بس خلينا نستعرض الترتيب وهنسمع رايكم. فرنسا في الصداره 6 نقاط على ما كامله طبعا. كيليان امبابي في صداره المشهد، معانا لقطتين النهارده على الحضور الجماهيري كمان يهمنا ناخدهم، وعلى اهم النجوم هجوميا في البطوله لغايه دلوقتي. عندنا استراليا في المركز الثاني، وبرده استراليا الحقيقه عامله مفاجاه على حساب الدنمارك 3 نقاط، وفي المركز الثالث والرابع الدنمارك وتونس. اتفضل يا ياسر، كنت بتقول على تونس. مدرب الصدفه الحلوه جلال القدري، يمكن نفتكر انا وانت ونادر لما كان في بطوله كاس الامم وحصل الظرف القهري ده، ان منذر الكبير جاله كورونا في ماتش نيجيريا. خش يا قدري بالزبط. كسب نيجيريا، شارع التونسي كله تفائل بيه وقال لك احنا عايزين الراجل ده يبقى مدرب. المباراه اللي بعدها رجع منذر الكبير، لعب بوركينا فاسو، قدموا اداء سيء جدا واتغلب منذر الكبير. الاتحاد التونسي سمع لنبض الشارع التونسي وقال لك ده هيبقى الرجل الاول في القياده الفنيه المدرب جلال القدري، وعينه مدرب رغم انه كان جاي في 2021 مدرب تاني مساعد. اصبح المدرب في اقل من 7 شهور، كان فيه بصمه. طريقه التاهل الناس كانت بتقول يعني تونس شويه كانت محظوظه فيها، مش مشكله، مهم انها على حساب مالي الكوره كده، يعني ديفليكشن، يعني خبطت ودخلت. كان فيها ديفليكشن. احنا ليه ما بيجيلناش المنتخبات يعني لازم نصعد بجول كده نصعد بجول زي انا ليه ما بنجيبش احنا راضيين جدا نصعد بجول زي. لا طبعا المنتخب التونسي يعني بلدنا الثاني وفرحنا انه اتاهل. جلال القدري بعتقد زي ما اشدت بيه في المباراه الاولى يا احمد، عمل مباراه ممتازه، تنفيذ 3 4 2 1 بشكل ممتاز، لعب حفظ اللعيبه كاونتر اتاك وهجمه مرتده ممتازه. فهمنا انه في المباراه الاولى امام الدنمارك اختار عناصر معينه زي عصام شبالي وزي انيس سليمان، لانه الاثنين بيلعبوا في الدوري الدنماركي، واحد بيلعب في برونبي، واحد بيلعب في اودنسي، واحد بقاله 3 سنين و4 سنين، فعندهم احتكاك بالمدرسه الدنماركيه، فده كان واضح جدا. لكن على بقى رغم من الاشاده دي، الحقيقه احبطني جدا في مباراه استراليا في تحفظ اكتر من اللازم. احترم استراليا جدا 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 يا استاذ احمد اكتر من اللازم. ده الدوافع عند استراليا اكبر منه، ده شايل 4 من فرنسا، وبالتالي هتلعب جيم لازم يعني بالزبط. كان تكتيكيا يلعب باسلوب مختلف تماما على الطريق اللي هو وتصميم على نفس كل الماتش ينفع فيه عناصر معينه. انت فهمنا ليه نزلت بالاثنين دول. انت مقعد هداف الفريق بره وهبي الخزري، مش عشان والله اللعيبه دي نعرفها، يعني عشان نعرف سيف جزيره، عشان نعرف علي معلول، لكن الحقيقه انت مفتاح اللعب النادي الاهلي بقاله 6 سنين
هو علي معلول. مفيش باك شمال يا اسر داخل القاره كلها افضل من علي معلول. انا دراجر فهمت ان انت او علي العبدي انا فاهم ان انت عايز تلعب بيه بشكل معين بيوظف. طب انا دخل فيها جول محتاج مفتاح لعب يشتغل لازم ينزل تصميم على عصام الاشبالي رغم انه مش حاسم خالص الاداره هو يمكن السبب بالظبط. فبعتقد انه تونس اضاعت بايديها فرصه. يعني تعادل مع الدنمارك ادى امل كبير قوي لينا كعرب انه تونس جايه. بعتقد مباراه فرنسا مباراه للظهور الجيد اتمنى صوره يعني مشرفه كده ينهوا بيها يزيبوا ذكرى طيبه امام فرنسا. صعب. على الاقل التعادل بالنسبه لي انجاز كبير جدا لتونس لما تعادل مع بطل العالم اللي في طريقه احتمال ان يكون بطل العالم للمباراه الثانيه. فبالتالي اعتقد تونس محتاجة تعمل مباراة ليها هي تلعب بنفسها. مين عن المجموعة نادر؟ فرنسا بطبيعة الحال متأهلة أول وفرنسا الكلام كله كان قال لك عقدة البطل. فرنسا تأهلت خلاص. ما بقول لك متأهلة أول وكل الناس عقدة البطل والبطل اللي بيخرج من فرنسا في الكلام ده. لا 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 لما الناس كلها فصول باردة برضو يعني ما تنكرش فصول باردة كتير فرنسا منتخب فرنسا يعني طول عمره منتخب من 98 فرنسا بقت على الخريطة بالظبط من جيل زيدان وبيتي وخرجوا السنه اللي بعدها 2002 من دور المجموعات وخسروا السنغال اول ماتش بابا ديوب. بس الفكره كلها ان العقد ما جتش معاهم. لا احنا مفيش بقى عقده ومن غير بنزيما ومن غير بوجبا ومن غير كانتي ومن غير فاران سبع ضربات لعيبه اساسيه ومع ذلك الفريق في الملعب شكله مختلف. منتخب فرنسا زي منتخب البرازيل مديره الفني ما عندوش اصابات غيابات استبعاد هو عنده القماشه هي اللي خدناها. طيب محتاجين نجري بسرعه عشان نلحق نغطي الثمانيه. طيب فرنسا ومعاها استراليا ولا الدنمارك؟ اعتقد الدنمارك. الدنمارك اعتقد الدنمارك. اتفق الدنمارك. طيب نروح للمجموعه الخامسه. المجموعه الخامسه فيها اسبانيا اليابان كوستاريكا والمانيا وترتيب برضو من المفاجات يا جماعه مش ممكن. يعني الترتيب ده ما حدش ده لو سالت العشرة ما فيش حد في العشرة هيقول لك المانيا في مركز رابع. يعني ممكن يحطها تالت ممكن يحطها تاني لكن يحط المانيا في مركز رابع بنقطه ده حاجه ما حدش كان يتخيلها قبل البطوله. واسبانيا بس طبعا فرصها ما زالت قائمه وقويه رغم انها بتتزايل المجموعه وعندها نقطه لكن عندها فرصه قويه جدا مش بعيد تتاهل الاول وممكن تتاهل اول صحيح. عندنا اسبانيا في الصداره 4 نقاط اليابان في المركز الثاني بعد الفوز على المانيا 3 نقاط كوستاريكا الصحوه بعد ما شالت 7 من اسبانيا رجعت ودخلت ب3 نقاط وتقدمت على المانيا وتركتها في المركز الاخير بنقطه واحده. مين من المجموعه ياسر؟ للاسف التوقع غير التمني. التوقع ان المانيا هتكسب اخر مباراه لان هانز فليك محتاج غسيل سمعه كبير جدا بعد فتره بس المكسب يوصل المكسب يوصلهم انا بس كمان مش مباراه يعني اسهل نسبيا انا يعني توقع ان المانيا اتمنى ان المانيا ما تطلعش مركز ثاني عشان السعوديه ما تواجهش حد لان ان شاء الله لو صعدت اول او ثاني ما تواجهش منافس صعب. بس انت في جميع الاحوال ما لو طلعت ما طلعتش ثاني هتقابل اسبانيا ما انا هتطلع اول تشد حيلها لازم تكسب المكسيك وتقابل منتخب زي اليابان او كوستاريكا ايا كان اللي هيعمل المفاجاه فيهم. واليابان كسبوا اليابان في تصفيات اسيا وعارفينها ولعبوهم كتير بالظبط يعني لعبوا مع بعض مرتين في التصفيات كسبوا مره السعوديه اتصدرت. لا نرجع تاني معلش للجدول ده لان يبدو ان في حاجه فايتاني. انا عندي اسبانيا في المركز الاول هتلعب مع اليابان وعندي كوستاريكا في المركز الثالث هتلعب مع المانيا. مكسب اسبانيا ومكسب المانيا طلع المانيا واسبانيا اسبانيا اول المانيا ثاني التوقع ان ده اللي هيحصل. وهانس فليك هيحاول يعني ما يطلعش من الدور الاول ويكررش نسخه 2018 السيئه. لكن انا مش يعني كنت مش عايز المانيا يعني مش عايز المانيا عشان بس عشان في دماغي السعوديه اللي هتقابل على المانيا بس عايز كوستاريكا تعمل ايه تتعادل. كوستاريكا محتاجه تكسب بتهيألي تاني كمان 6 نقط لازم كوستاريكا تكسب توصل عندها دوافع لازم بس هل العوده امام المنتخب الياباني يعني تقول انه كوستاريكا تقدر تعمل حاجه قدام المانيا؟ هو برضه الباك اليمين الكوره جات له كده فولي بول من يعني هي غلطه من دفاع اليابان الباك اليمين حطها بشماله وجوندا حارس في جوندا اللي اهم تصديات بالظبط عامل اعلى تصديات زي ما نادر بيقول فانها تحصل تاني مش متاكدين يعني. فعلا نروح للمجموعه اف تمام عندنا كرواتيا المغرب بلجيكا كندا. مجموعه الحقيقه فيها 4 فرق كلهم محترمين بما فيهم كندا 0 من نقاط وخسرت ماتشين بس منتخب محترم بصراحه فاجئني انا شخصيا لان قبل البطوله دي ما كنتش اعرف انه كندا عندها كوره بصراحه يعني كل اللي اعرفه عن كندا الفونسو ديفيز غير كده ما اعرفش اي حد تاني. جو هيردمان ده كمان عنده احصائيه مش عند حد خالص يا استاذ احمد انه المدرب الوحيد اللي شارك في كاس العالم مع فريق السيدات ومع فريق الرجال. مع نيوزيلندا مرتين ومع كندا كان اصلا مدرب السيدات وخدوه جربوا بيه مشروع مدرب الرجال. كرواتيا في الصداره 4 نقاط المغرب 4 نقاط بلجيكا 3 نقاط وكندا 0 من النقاط والمواجهه اللي جايه هتبقى المغرب في مواجهه كندا وبلجيكا في مواجهه كرواتيا.
انا واثق في المنتخب المغربي ان شاء الله ان هو يعني مش عايزين دوش بارد كده. بس ما قدامكش عارف ده دوش بارد بقى نبقى ماشيين زي الفل بلاش بقى يعني بلاش تعشمونا وفي الاخر يحصل اللي احنا متعودين منه على المنتخبات العربيه. المغرب اول ولا ثاني؟ اعتقد المغرب اول ان شاء الله، لان فوز المنتخب المغربي هيبقى 7 نقط يتاهلوا اول. مباراه كرواتيا هدف زياده بس بس يعني لو ان شاء الله هدفين ده تفرق جدا. تمام هي اصلا متعادلوا مع بعض اول مباراه كرواتيا ما هدفش الكاس ب4-1. تمام مباراه كرواتيا وبلجيكا من ضمن المباريات اللي انا يعني ممكن ورايا ايه هتفرج عليها. مفيش يعني زي ما انت كنت بترشح دلوقتي يا احمد للناس مباراه امريكا وايران، انا برشح كرواتيا وبلجيكا. كرواتيا وبلجيكا مباراه هتكون الكسبان هيتاهل. والفكره بقى هنا كمان مع اللي بيحصل في معسكر المنتخب البلجيكي خلال اخر 24 ساعه والمناوشات اللي حصلت ما بين اللعيبه والخناقات ولوكاكو تدخل في التصريحات بين كورتوا وبين دي بروينا والمشاكل السابقه اللي كورتوا ودي بروينا اصلا دي لوحدها خارج الملعب. روبرتو مارتينيز بشكل عام مش من المدربين اللي بتقدر تتحكم في اوضه اللبس من وقت لما كان في ايفرتون ومن قبلها لما كان مع ويجن. كان في تقرير في الديلي ميل عاملين احصائيه ليه بسبب القصه دي في بدايه البطوله في 2018 الفرقه دي كانت تكسب كاس العالم. دي حقيقه هو كان جايب التصريح ده لما مسك قال يعني انا معتقد العناصر دي تقدر تاخد كاس العالم. الفرقه اللي كانت معايا وبصراحه ظلمهم جول ام تيتي كمان ده قتلهم يعني هم كانوا ممكن يوصلوا فاينل حتى في مباراه فرنسا في سيمي فاينل كانوا افضل من فرنسا الحقيقه. صحيح لولا جول ام تيتي ده تقريبا لعنه المنتخب البلجيكي. ام تيتي من وقتها ما لعبش كوره تقريبا يعني هو اصلا ما لعبش في حته. تراهن على مغرب اول؟ اعتقد مغرب اول كرواتيا ثاني. المغرب اول ان شاء الله بس فرق الاهداف باذن الله باذن الله هتسجل اكتر من جول. المغرب ومين تاني؟ المغرب وكرواتيا. المغرب وكرواتيا بلجيكا هتودع باي باي. دي بروين تاخد كندا في ايديها دي هتبقى اكبر مفاجات البطوله الحقيقه. طيب نروح للمجموعه السبعه. نهايه مأساويه للجيل ده بصراحه. خلاص اغلبه مفيش مش هيلعب كاس عالم تاني. ما اعتقدش هيبقى الموضوع. المجموعه السبعه معانا فيها البرازيل مرشحي المفضل الحقيقه وان كان غياب نيمار اثر بشكل عنيف على الفريق وعانى قدام سويسرا، لكن برازيل ما زالت في الصداره 6 نقاط ضمنت التاهل. معاها سويسرا مركز ثاني، كاميرون مركز ثالث، وصربيا الحقيقه منتخب محترم جدا انا فاجئتني نتائجه، لكن في المركز برضو الرابع. لكن ان كان الثلاثه الثانيين سويسرا والكاميرون وصربيا عندهم فرص التاهل، بس المواجهه اللي جايه لكاميرون هتكون في مواجهه البرازيل وسويسرا في مواجهه صربيا. انا لما اتحطت المجموعه في الاول خالص قلت ان المجموعه دي البرازيل صعبه اول والبطاقه الثانيه متقسمه على الثلاثه فرص متساويه. صربيا انا منحاس شويه لان هي اللي كانت انا مرشحه الحصان الاسود. لكن طبعا بعد غلطات انت تاني واحد تاني واحد معايا في السادسه رشح صربيا. فرق قوي جدا. خالد عامر هو كان الاول يعني رهنوا على صربيا. بضم صوتي لصوت خالد لانه بس الغلطات بتاعت ماتش الكاميرون كانت من ديجان ستاكوفيتش رهيبه. هنا فيتش بقى هنا منتخب فيتش. هنا منتخب فيتش. هنا منتخب فيتش. فيتش عمل اغلاط كارثيه في منتخب في مباراه الكاميرون كسبان 3 وبيضغط عالي فضرب بكورتين سهلين جدا جدا جدا. طبعا يعني دي حاجه بسطتني عشان شريان الافريقي والكاميرون تعدت، لكن اخر مباراه هي اللي تحدد هل فعلا رهاني على انه يبقى الحصان الاسود ولا لا. هي مباراه التاهل، هل البرازيل تاخد صربيا معاها ولا يطلع منتخب تاني سويسرا سويسرا يعني كله بيقول طبعا سويسرا طبعا كاميرون صعب قوي افضل من حسبه كمان حسبه الكاميرون محتاجه فوز كبير على البرازيل وتعادل بين لا سويسرا هي مباراه سويسرا وصربيا بشكل كبير احمد هتحدد الفائز فيها يتاهل مع منتخب لكن لو صربيا كسبت لو صربيا كسبت سويسرا تصعد مع البرازيل تصعد مع البرازيل حتى لو الكاميرون كسبت البرازيل اه بالظبط لان صربيا معاها نقطه الكاميرون اتغلبت الكاميرون معاها نقطه معاها نقطه بس فرق الاهداف هيكون بقى هنا ساعتها في صالح صربيا. طب ما انا بقول بقى اللي بقوله انه لو الكاميرون عملت سكور مع البرازيل وكسبت ما هي مش هتكسب البرازيل سكور هي مش هتكسب اساسا هو انت فاكر ان برايا انها تكسب بس بقول لو يعني حسابيا لو طبعا فرق الاهداف هو القاعده الاولى يعني الكاميرون كسبت 5 مثلا فاهم دي بقى اهم من السعوديه انها تاخد كاس العالم. هل ده معناه انه هيحصل؟ لا مش هيحصل. طيب نروح نروح المجموعه الاخيره منتخب صربيا يا احمد معلش كنت عايز اضيف بس حاجه هو فرق معاه في بدايه البطوله بصراحه الاصابات اللي كانت عنده اتنين من اهم اللعيبه اللي عنده زي كوستيتش وزي فلاهوفيتش كانوا مصابين قبل مباراه البرازيل. كوستيتش ما لعبش اصلا وفلاهوفيتش كان مصاب مع اليوفنتوس قبل البطوله ما كانت تبدا وحتى هو دفع بيه في الشوط الثاني لما لقى ان مفيش حل فده ادى لان بصراحه يعني اتنين من اهم اللعيبه مع متروفيتش مع اصلا هجومه قوي بس اثروا عليه مع متروفيتش اثروا عليه بشكل كبير جدا. على فكره انه بنزيما يرجع مره ثانيه منتخب فرنسا دي ديشون قال لك لا عمل فيتو على بره الموضوع وحسمها نهائي. نروح لاخر المجموعات ونشوف دي مجموعه غانا بقى اللي انتفضت الحقيقه امام كوريا الجنوبيه. البرتغال في الصداره برصيد 6 نقاط علامه كامله. وصلت غانا في المركز الثاني 3 نقاط من فوز وحيد على كوريا
الجنوبية، ثم كوريا وأوروغواي. أوروغواي الحقيقة يمكن ما عبرتش عن نفسها، منتخب كان مرشح للتأهل مع البرتغال بقوة لكنه في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة. حسابيا البرتغال وصلت، والثلاث منتخبات التانيين غانا مازال عندهم تاني فرص. غانا تاني غانا انا عارف انه وقتك ده كان في كام لقطه يعني لذكاء محمد قدوس في التمركز ممتاز يعني. اوتو ادو ادار مباراه ممتازه جدا جدا جدا، رغم انه من اقل المدربين اجرا في كاس العالم، واحد زي فيليكس سانشيز الثامن في الترتيب بياخد حوالي 2.5 مليون يورو وعامل المستوى الرديء ده مع منتخبنا العربي القطري. اوتو ادو بارقام قليله جدا، قال يمكن من 300,000 يورو، عامل الاداء الممتاز ده مع غانا. استخدام لمحمد قدوس اللي هتبقى خناقه، اعتقد الخناقه الجايه على الموهبه الصعبه محمد قدوس بين انديه البريمير ليج وبين انديه كمان يمكن برشلونه وريال. ممكن تنهاج يقول لك في لعيب في اياكس نسيت اخده بس يضمه. ده اللي فاضل من المشروع بتاعي في اياكس، فبالتالي اوتو ماشي كويس جدا. مدرسه في اختيار المواهب، اياكس وبروسيا دورتموند، اياكس بنفيكا دورتموند بورتو. حقيقه يمكن اياكس طول عمرهم يعني اكاديميه شالكه قويه قوي كمان، مصدرين لاهم الانديه الاوروبيه، اهم الاسماء، ويمشي من عندهم جيل، فتقول فرقه هتقع تلاقي مطلعين فرقه بعد كده ولا اروع ولا اجمل. اعلم اقل معدل اعمار سنيه، رغم ان الناس حاسه ان بلاك ستارز مش الجيل الاقوى في النجوم عشان اخوين ايو كده، لكن في نجوم الحقيقه زي ساليسو زي طبعا قدوس، فبالتالي اوتو ادو ادانا امل ان غانا تروح بعيد في البطوله. البرتغال وغانا ان شاء الله، الاقرب برتغال غانا، البرتغال وغانا. واضيف على كلام اسر اللي قلت لك يا احمد الاسبوع اللي فات، المنتخب غانا يكون الحصان الاسود في البطوله دي. انا براهن عليهم بعد السياسه اللي بيتبعوها مؤخرا وتجنيس اللاعبين اللي عندهم جنسيات غانيه، ابرزهم طارق لامبتي، ايناكي ويليامز مهاجم المنتخب ومهاجم اتلتيك بلباو اللي لعب اكتر من 200 ماتش ما اتصابش ولا ماتش يعني الله اكبر، وما غابش عن اي مباراه مع اتلتيك بلباو، فرق جدا معاهم. طبعا الاخوين رفضوا اغراءات اوروبا زي ما نادر بيقول عشان يلعبوا المنتخب لموطنهم الاصلي، دي مهمه قوي اللي بيقولها، دي مهمه جدا، وانا براهن عليهم الصراحه يكونوا الحصان الاسود. والمباراه بقى اللي فعلا بقى بعيدا عن بلجيكا وبعيدا عن امريكا هي مباراه اوروجواي وغانا، دي الصقر بقى من ياد سواريز. سريعا جدا في 30 ثانيه كل واحد فيكم، في الاول كانت انطباعات وارتباط باسماء وشكل سكواد فترشح المنتخب، لكن بعد ما قربنا من نهايه دور المجموعات هل في منتخب اعلن عن نفسه وكشر على انيابه قال انا البطل لنسخه بتاعه 22؟ اسف، في الثلاثه الاكثر اقناعا طبعا برازيل وفرنسا على استحياء اسبانيا. برازيل فرنسا على استحياء اسبانيا، يعني نفس الكلام برضو بتفق مع ياسر، بس بحط فرنسا في المركز الاول هو المنتخب الاكثر اقناعا يعني من كل المنتخبات الكبيره في البطوله، بس اتوقع يعني ده هتبقى غريبه ان هم ياخدوا كاسين عالم ورا بعض، دي انا جيلي ما حضرهاش الحقيقه. هم اساسا بياخدوا كاس عالم كل 20 سنه، انا جيلي ما حضرهاش، بنروح كاس عالم كل 30 سنه يعني مفيش فرق كبير. ايوه بالظبط. نورتوا الدنيا، بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معانا، استمتعنا بيكم، وما زال المونديال مستمر وما زالت متعه كره القدم مستمره معايا كل يوم مع حضراتكم في السادسه، بنتابع ايه الجديد وكل التفاصيل هتكون موجوده معانا بكره. حاجات كثيره حقيقه، ملفات مرتبطه بالحضور الجماهيري، النجوم الابرز والاهم والاكثر تالقا في النسخه الحاليه هتكون موجوده معانا في حلقه بكره. بشكركم شكرا جزيلا على المتابعه، ونتقابل بكره ان شاء الله على كل خير.